عاش الملك عاش الملك. خرجت من هذه المحنة أكثر إيماناً بهاجر، أكثر إيماناً بالمناضلات والمناضلات من أجل حقوق النساء، و يعني كانت تجربة مفيدة إلى حد كبير. العفو الملكي عملنا واحد العرس وفرحة وبهجة. في الحقيقة ماشي غير هاجر ريسوني فقط، كل التواقين والمتعاطفين مع القضية ديال هاجر ريسوني. أنا صراحة ما كنلقاش الكلمات ديال الفرحة والبهجة اللي كاينين.